وصباحكم عطالة محدودة مشاهدينا الأحبة وخدمة وطن بكل إخلاص. نرحب بكم من جديد أيضا في قهوة الصباح. إذا في هذه المساحة سننتقل بكم الآن عبر الاتصال مع الدكتور هيثم الحكماني رئيس قسم الطوارئ والخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة للحديث أكثر عن جهود المؤسسات الصحية في التعامل أيضا مع مستجدات كورونا كوفيد 19. أهلا وسهلا بك دكتور وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. السلام عليكم. صباحكم خير سيف وحورة. يا مرحبا بك وسهلا دكتور. بعد الترحيب فيك، احنا سعداء ايضا بهذا التواصل معك ومن خلالك مباشرة سنتعرف ايضا بإيجاز على جهود المؤسسات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، حالها مختلف محافظات السلطنة في التعامل الامثل مع مستجدات جائحة كوفيد 19. جميل ايضا ان نعرج الى الادوار والجهود التي تقومون بها خلال هذه الفترة تحديدا. نعم اخي الكريم. نعم للأسف كان في تراخي من جماعة الإجراءات الوقائية، ومنها لبس الكمام وغسل اليدين وكذلك ترك مسافة الاحترازية وكذلك التجمعات والمناسبات وغيرها من هذه الأشياء، مما الأشياء اللي تعرفوها ما أدى إلى ارتفاع طفيف في منحنى الوباء في السلطنة، وأدى هذا إلى 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 استشعار اللجان الفنية المختصة في وزارة الصحة ورفع التوصيات إلى اللجنة العليا بأخذ بعض التدابير التي ممكن أنها تحد من هذا الارتفاع والرجوع إن شاء الله إلى الوضع الطبيعي. بما يخص في محافظة جنوب الباطنة، نعمل مع الجهات المختصة من شرطة عمان السلطانية وغيرها من الجهات الحكومية في تتبع المخالفين وكذلك تطبيق إجراءات اللجنة العليا ومنع هذه التجمعات، ونتأمل من الله سبحانه وتعالى أن رجوع هذا المؤشر إلى الوضع الطبيعي وهو الوضع الطلب. نعم. طيب دكتور، يعني لو نركز الآن على نقطة أنت ذكرت من خلال حديثك، ونحن ذكرنا اليوم أيضا عنوان في الصحافة المحلية قلق من ارتفاع المنحنى الوبائي لكوفيد 19 وخوف أيضا من وصول السلالات الجديدة، لو نتحدث أكثر في هذا الجانب وكيفية أيضا التعامل مع هذا الارتفاع. نعم أخت حوراء، سلطنة عمان ليس بغنى عن العالم، وما تعلمون ما حدث في المملكة المتحدة وغيرها من الدول وهو تفشي السلالات الجديدة التي تعتبر أكثر انتشارا من كوفيد 19، وأدى إلى رفع التعبئة في المؤسسات الصحية معهم وارتفاع في عدد الوفيات وارتفاع في عدد المنومين في العنايات المركزة. تعمل السلطنة في إجراءات احترازية ووقائية، يعني قبل لا 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 نعمل على ارتفاع هذا المؤشر، وتعمل على 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 تناقص في عدد الأسرة في العنايات المركزة وكذلك في ارتفاع في عدد الوفيات. إلى اليوم الحمد لله الوضع مطمئن في مستشفيات السلطنة وكذلك في محافظة جنوب الباطنة، وقادرين على التعامل مع هذه الجائحة. ما نطلبه من المجتمع في هذه الفترة، وإن شاء الله يكونوا هم قادرين على 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 متابعة إجراءات اللجنة العليا وتطبيقها. نعم جميل. طيب أيضا دكتور هيثم، يعني في ضوء الارتفاع القليل، يعني ارتفاع طفيف حقيقة لمنحنى الوباء، كيف تصف لي وللمشاهد الكريم أبرز الاستعدادات والجهود أيضا المقدمة من قبل مختلف المؤسسات الصحية في محافظة جنوب الباطنة في التعامل الأمثل إن جد جديد لا قدر الله فيما يتعلق بالارتفاع في هذا المنحنى؟ نعم أخي سيف، حقيقة من بداية الجائحة ونحن مستعدين في محافظة المؤسسات الصحية في محافظة جنوب الباطنة، ومن أحد هذه الاستعدادات هي توفير جناح مختص في التعامل مع حالات الناتجة من كوفيد 19، وكذلك عندنا فرق ميدانية منتشرة على مستوى المحافظة في كل ولاية هي تعمل على تقصي هذه الحالات، كذلك عندنا غرفة عمليات تفعل وقت الحاجة في عملية الربط بين المستوى الميداني وكذلك المستوى المحافظة في المستشفى الرستا. فإلى اليوم الحمد لله الوضع في مستشفى الرستا في جناح الكوفيد 19 الحمد لله في عندنا فقط حالتين في التنويم،
الخطر الاستيعابية ممكن رفعها في أي وقت، كذلك الإجراءات الصحية في الرعاية الأولية في مؤسسات الرعاية الأولية مثلها من المراكز الصحية والمجمعات الصحية مستعدة، وكذلك فرق التقصي الميدانية تعمل في مدار الساعة في بحث عن كل الحالات الموجبة أو الحالات المشتبه فيها في المجتمع ليتم متابعتها وهي في العزل المنزلي. نعم جميل، شكرا لك الدكتور هيثم الحكماني رئيس قسم الطوارئ والخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، شكرا لك على هذا الحديث. يعني بالفعل تحدي كبير واجهناه سويا، قطعنا فيه أيضا أشواط كبيرة، فنرجو هذه رسالة أعتقد من بالضبط. القلب أنه بالفعل ما نرجع للأيام الماضية، وأن بالفعل نتقيد بجميع الإجراءات الوقائية والصحية واحتواء فيروس كورونا كوفيد 19. الجميل انه الكثيرين صار فيهم نوع من الوعي الكبير. نعم. بخطورة الوضع وانه ما نرجع مجددا الى الاشهر الماضية للاسف الشديد فيما يتعلق بهذا الوباء، وبالتالي التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية يجب ان تكون موضع التنفيذ في كل وقت وفي كل لحظة بمشيئة الله. ان شاء الله. اذا مشاهدينا الاحباء نتواصل معكم في قهوة الصباح، نروح الان الى فاصل وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.